الله أعلم. فصل: هل نحن حقا في السنة 1440 هجرية أم نحن في تاريخ آخر هو الحقيقي؟ السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمسية حسب الحساب الميلادي هي 622 وقيل 619، فرضا أنها 619، 2019 ناقص 619 تساوي 1400، هل هذا هو الرقم أقرب إلى تاريخ المسلمين الحقيقي الذي هاجروا فيه؟ جاء في إحدى المداخلات عبر النت: الشهر النسيء أو شهر الكبسي كان يضاف سابقا إلى التقويم الهجري القمري كل 32 شهرا لتعديل الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وبدون اعتماد شهر الكبس والأخذ به فإن التقويم الهجري سوف يتساوى مع التقويم الميلادي في سنة 20770 تقريبا، وعليه فإن الجيل الذي سيولد في 20770 لن يعرف ولن يفرق من جاء أولا محمد رسول الله أم عيسى عليه السلام، وبعده بقرون قد يكون محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ ميلاده وظهوره أسبق من زكريا ويحيى وكذلك وهكذا إبراهيم وموسى، سبحان الله، هذه خلخلة ولا شك، والله أعلم. فصل: في اليوم الذي تتشاءم منه اليهود والنصارى والغرب عموما وهو 23 سبتمبر، هل له أصل في الإسلام؟ هل تكلم عنه رسول الله وحدث عنه وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة الصغرى؟ والله أعلم. ويهلك الكثير من الناس وهذا مجرد إسقاط لأحاديث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناها: في 13 من رمضان يكون الضوء فيفقد بصره 70,000، وفي 14 من رمضان يكون الصوت فيفقد سمعه 70,000 وعذريتها 70,000 فتاة، وفي الليلة النصف من رمضان تكون الهدة أو الهزة فيهلك 70,000، والحديث مشهور معروف. وحسب الإسقاط الحقيقي لأيام رمضان الذي تكون في شهر رمضان الحقيقي في موسم رمضان الحقيقي وحدوده هو رمضان، أي في 1 إلى 23 سبتمبر من كل سنة ونهايته